السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نوريكم يعني كلورات اللي خارجين الجدل. هذا ماط ألمنيوم مع الذهبي. أو الديكور كده هنا أو كده مش بالنسبه لهادو علاش كيديروا هاد الطريقه هنا ولا يديروا اليوم فرماجه. هذا كترك فوق السداري هنا كترك فوق السداري لان علاش باش حتى هاد البلاصه كتستغلها انك تريح فيها كتبقى فرماجه هنايا باش هادي تستغلها يعني كتكا هنايا. كانت قبل كانوا كيمشيو هذاك الدوره كتمشي كبيره بهذيك البلاصه ما يريحوش فيها الناس. هادشي علاش داروا هذا. ان شاء الله بينا دي تكون شي صالون مفرش غادي نشرح لكم التفصيل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.